طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع يمن مونيتور: ميليشيات مسلحة تسعى لتدمير الاقتصاد في مناطق سيطرة الحكومة. ومن موقع الشرق الأوسط: الحوثيون يغرقون صنعاء بالأدوية المغشوشة خدمة لمجهودهم الحربي. ومن الأخبار المنوعة: عقب سجارة تسبب بإشعال حريق أشهر كاتدرائية في فرنسا. أهلا بكم. تم تفجير أنبوب نقل الغاز المسال في محافظة شبوة بعد يوم من اختطاف فريق هندسي حاول إصلاح أنبوب نفط خام في منطقة أخرى تعرض للتفجير. ويمثل تصدير النفط الخام عصب الاقتصاد اليمني الهش في وقت تستمر عملة البلاد بالتراجع. ويعلق موقع يمن مونيتور: كيف تحاول ميليشيات مسلحة تدمير اقتصاد اليمن الهش في مناطق سيطرة الحكومة؟ يقول الموقع إنه تم اختطاف الفريق الهندسي على يد النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، القوة الثانية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية. قالت مصادر محلية أن التفجير يوم الأربعاء حدث في منطقة عين بمعبد في مديرية رضوم في شبوة، على مقربة من معسكر القوات النخبة الشبوانية، وشهدت النار من مسافات بعيدة. وأضافت المصادر أن فريق صيانة اتجه إلى موقع التفجير إلا أن قوات النخبة الشبوانية أطلقت عليهم الرصاص الحي. أكثر القضايا تعقيدا وعرضة للاستغلال هي قضايا المغتربين، وعنوان موقع الحرف 28: استئناف تعز توجه المحاكم بسرعة البت بقضايا المغتربين. وقال الموقع أن رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي أحمد الحمودي وجه المحاكم بسرعة البت في قضايا المغتربين والتي تأخذ طابع الاستعجال. وجاء توجيه رئيس استئناف محافظة تعز بناء على مذكرة رفعها مدير عام مكتب المغتربين بالمحافظة لاستئناف تعز يطالبها بإعطاء قضايا المغتربين طابع الاستعجال. وقال مدير عام مكتب المغتربين بالمحافظة نشوان نعمان في مذكرة أن المكتب يتلقى معلومات وشكاوى من المغتربين بأن قضاياهم المعروضة أمام المحاكم يتأخر البت فيها من المحاكم. ودعا نعمان استئناف تعز لإعطاء قضايا المغتربين طابع الاستعجال بموجب قانون رعاية المغتربين برقم 34 عام 2002. يواصل الصحفي سامي نعمان، والذي كان معتقلا لدى ميليشيات الحوثي، كتابة الأحداث التي تعرض لها داخل المعتقل، ويركز على عدد من المعتقلين ظلما داخل سجون الحوثيين. وقال نعمان: ثارت لدي مخاوف الانتقال إلى الضغاطة الحقيقية عديمة المنافذ والتهوئة التامة، وبالفعل خرجت من غرفة المحقق وكنت قد بصمت مغمض العينين على مجموعة أوراق أخبرني المحقق أنها أقوالي، وأبعد المشدة عن عيوني وأنزلني البدروم. كان عبارة عن شقتين ملتصقتين بلا أبواب أو قواطع، أحدهما شقة كاملة تمت إزاحة جدران غرفها الداخلية وتأسيس قاعة للمحاضرات الثقافية باسم قاعة أبو شهاب الشهاري، والشقة الثانية عبارة عن غرف على حالها ومطبخ بشباك كبير مفتوح للخارج، وكلاهما متصلتان ولهما باب واحد شبك متصل بالدرج. بمجرد وصولي بعد منتصف الليل تجمع المعتقلون حولي وباشروا التحقيق معي عن كل شيء، حتى عن سعر قلص الشاي خارج، وما إذا كان هناك سيارات وإزفلت ومواصلات عامة، أم عاد الناس لزمان الحمير والجمال. يقطن هذه الزنزانة الواسعة خليط متنوع من المعتقلين وجهات قضايا خاصة كصلاح الشرعبي وهارون شداد المختلفين على محطة بترول في الستين،
ونذير صاحب محل تجاري في مفرق بني عون، ومعتقلون كبار وصغار السن دون سن 18. كان هناك واحد فقط معتقل على رسالة نصية ردا على أحدهم، سأله كيف الدنيا فرد عليه الدنيا حامي، مشيرا بذلك إلى اشتباكات في محيط منطقته باتجاه الدمنة. كانت زنزانة واسعة مرتبة أكثر، وفيها أكثر من 60 معتقل، وفيها نامس أضعاف ما في الضغاطات، وبها شاب مشرف ثقافي الخليدي. لديه غرفة خاصة داخل الزنزانة يخرج ويعود حسب رغبته، وهو من يزودنا بطلباتنا من السوق مقابل إيجار الموتور الخاص به، ويقيم محاضرات من الملازم ويصلي بالمعتقلين هناك. وجدت من أمضوا عامين إلى عام ونصف متنقلين بين زنزانة إلى أخرى، أقدمهم لأكثر من عامين حينها كان شاباً من المخا، لا أتذكر اسمه، أخبرني أنه معتقل لأن أباه قيادي إصلاحي في تعز لا أكثر حسب قوله. ولم يكن هذا الشاب يشارك الآخرين كثيراً حول أماني قرب موعد الإفراج. هناك محمود القاسمي من حذران، والصوفي من إحدى القرى بشارع 60، وإبراهيم ومجموعة أشخاص من الحيمة، ورجل بسيط من عمران أطلق عليه المعتقلون فواز اتنفس، اعتقل في نقطة بالحوبان بعدما قال لهم أنه مسافر عدن اتنفس. تصعيد عسكري يتطور في مدينة الحديدة منذ أيام، حيث تتجدد الاشتباكات المسلحة بين جماعة الحوثيين وبين القوات الحكومية، وتفيد المعلومات الواردة من مدينة الحديدة بتجدد الاشتباكات والمعارك على أكثر من محور ومنطقة، ويعنون موقع المشاهد نت. الحكومة تدرس خيار الانسحاب من اتفاق السويد وتصعيد عسكري في الحديدة. بحسب مصادر عسكرية فإن الحديدة قتل فيها 105 أشخاص في معارك بين قوات الحكومة وجماعة الحوثي في محافظة الحديدة منذ مطلع شهر يونيو الجاري. كما أعلنت القوات الموالية للحكومة عن تعرضها للعديد من الهجمات الشرسة من قبل جماعة الحوثي، وتوزعت تلك الهجمات على العديد من المواقع. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن الناطق الرسمي باسم قوات ألوية العمالقة مأمون المهجم قوله أن جماعة الحوثي شنت هجوما من الجهة الشرقية الشمالية، بينما حاولت عناصر أخرى التسلل من الجهة الجنوبية الشرقية. وأشار المهجمي إلى أن الهجوم يأتي بعد سلسلة من الهجمات المتتالية التي شنتها جماعة الحوثي ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر. كلما ذهبوا منطقة حلت الكوارث فيها، ويعنون موقع قناة بلقيس في تقرير خاص تحذيرات من كارثة بيئية سببها الحوثيون في خزان صافر بالحديدة. وقال الموقع دعت الحكومة الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي للسماح بوصول فريق فني من الأمم المتحدة إلى خزان صافر العائم في رأس عيسى بالحديدة. وقالت رسالة وجهتها الحكومة الشرعية إلى الأمم المتحدة أن ميليشيا الحوثي لا تزال تمنع وصول الفريق إلى خزان صافر منذ أواخر مايو الماضي لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر، محملة ميليشيا الحوثي مسؤولية حدوث كارثة بيئية. وتمنع الميليشيا وصول فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الخزان الذي يحتوي على أكثر من 400 ألف طن متري لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر. ومطلع مايو الماضي طالبت الحكومة الأمم المتحدة بمساعدتها في تقييم وضع خزان صافر وتنفيذ الصيانة اللازمة له أو تفريغ كمية النفط المخزون خشية حدوث تسرب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة. ترامب فعل مع إيران ما فعله كينيدي مع كوبا. تحت هذا العنوان كتب حسين شبكوشي مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا في أجزاء منه. بعد ضرب ناقلات النفط من قبل إيران وإسقاطها طائرة الدرون والتراجع الأمريكي، ما الذي سيحصل لاحقا إذا التزم الطرفان الحكمة
لن يحدث شيء، يمكنهما إيجاد طريقة تفاوض للخروج من هذه الورطة، والعيون كلها شاخصة باتجاه مؤتمر الدول الصناعية 20. من ناحية أخرى، إذا تصرفت إيران بطريقة عسكرية مرة أخرى، فلا شيء سيمنع أمريكا من الرد، ولا يعرف أحداً ما الذي سيحصل. سيكون ممر النفط في مضيق هرمز في خطر، وسيقوم عملاء إيران في العراق وسوريا بعمليات ضد المصالح الأمريكية، وفي أقصى الحالات قد تلجأ إيران إلى استعمال الصواريخ الباليستية التي تضرب على مدى 2500 كيلومتر في المنطقة، أو استعمال الصواريخ الباليستية المضادة للسفن. إذا وصلنا إلى هذه الحالة، عندها سنرى وزن القوة العسكرية الأمريكية بأبعد وأوسع حالاتها. سيتم تدمير القوات الإيرانية التقليدية وربما اقتصاد إيران. إذا وصلنا إلى حرب تقليدية، أكرر، سنرى تدمير القوات العسكرية الإيرانية وتدمير بنيتها التحتية واقتصادها. لنتذكر ما جرى مع القوات العراقية عندما غزا صدام حسين الكويت، ولقد رأينا مؤخراً كيف أن إيران لم ترد إطلاقاً على قصف إسرائيل لمواقعها في سوريا. إن إيران تفعل المستحيل لتجنب حرب تقليدية، ثم إن أمريكا تعرف أن الوقت لصالحها، فالعقوبات تؤذي إيران كثيراً، وتستطيع واشنطن بالتالي ألا تلجأ إلى المواجهات التقليدية. جماعات إيران تعتقد أنها انتصرت بإسقاط طائرة الدرون، لكن ماذا عن الحرب الاقتصادية والعقوبات التي شلت إيران منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي العام الماضي؟ وماذا عن وضع الشعب الإيراني؟ يقول صحفي إيراني: لا يمكن التحدث مع الناس هذه الأيام، إنهم غاضبون، لا يستطيعون شراء حاجياتهم، وعلى الإيراني أن يعمل في أكثر من وظيفة لإعالة أسرته. حذر صيادلة يمنيون من مغبة ممارسات ميليشيات الحوثي العبثية في التعامل مع قطاع الصيدلة والأدوية والاستهتار بأرواح المواطنين، وأوضحوا للشرق الأوسط أن هناك انتهاكات جسيمة يمارسها الحوثيون ستؤدي إلى انتشار الكثير من الأمراض، مشيرين إلى أن أغلب الأدوية البديلة التي أقرتها الجماعة إنما هي مسكنات غير معروفة المصدر ولا تعالج الداء. وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: الحوثيون يغرقون صنعاء بالأدوية المغشوشة خدمة لمجهودهم الحربي. أكد الصيادلة أن الحوثيين أغرقوا السوق بالأدوية البديلة المغشوشة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم لهثا وراء المال الذي تتم جبايته عينيا أو ماليا تحت مسميات مختلفة، ولو على حساب صحة المواطنين مع العمل على محاربة الشركات العالمية الأصلية في السوق اليمنية. وفي حين يتم فتح الكثير من الوكالات التابعة لموالين للجماعة الحوثية أو ممن يدعون صلتهم السلالية بزعيمها، كشف الصيادلة الذين تحدثوا للشرق الأوسط عن أن عناصر الميليشيات يقومون بمضايقة وإغلاق بعض وكالات الأدوية الشهيرة. ويقول وكلاء أدوية مستوردون إن هناك كثيرا من الأدوية تم تسجيلها بالهيئة العليا للأدوية الخاضعة للحوثيين، وهي أدوية رديئة وأقل جودة من الأصناف المشابهة لها، وهي تضر بالصحة والاقتصاد المحلي، فضلا عن قيام هيئة الحوثيين بابتزاز وكلاء وتجار الأدوية المعتمدين. مستقبل شبوة بين السياسي والثأر، تحت هذا العنوان كتب علي سعيد الأحمدي مقاله في المصدر أونلاين. عاشت شبوة في خمسينيات القرن الماضي جوا سياسيا مفتوحا أسهم في بروز عدد من الشخصيات السياسية من شبوة، والتي كان لها ثقلها على امتداد الوطن سواء في صف المعارضة وأحزابها المتعددة أو في داخل أنظمة الحكم من سلطنات ومشيخات وقتها. جاء بعد ذلك عهد الصوت الواحد الذي جرف كل مكونات المجتمع بما فيه السياسيون، وحل بديلا عنه الشعارات الثورية الواسعة التي لا تراعي المصالح ولا تقدر مآلات الأمور، فكانت النتيجة فشل تلك التجربة وتمزقها من الداخل. بعد الوحدة اليمنية لم تتمكن شبوة ولا غيرها من محافظات الجنوب من بناء حزب سياسي واحد أو إعادة إحياء الأحزاب القديمة الجنوبية المنشأ بالشكل الذي يعيد للسياسة والسياسيين دورهم المطلوب وتأثيرهم المرجو في قيادة المجتمع نحو الاستقرار وتحقيق التنمية.
في أعقاب ثورة 2011 حصل نوع من التحرك الثوري وخرجت الحشود بشكل متميز، ولكنها كحال باقي محافظات الجنوب أيضاً لم تفلح في ترجمة هذا الفعل الثوري إلى فعل سياسي عبر مكون سياسي يستطيع أن يتعامل مع واقعه المحيط ويخرج بالمكاسب التي تحفظ للمجتمع مصالحه وتحقق للثائر أهم أهدافه. اليوم والبلاد تعيش في ظرف حرب لها امتدادها الإقليمي، وخطر الفوضى وسقوط الدولة يلوح، وفي ظرف أحوج ما نكون فيه لوجود السياسي الرشيد الحصيف، تطل علينا في هذا المشهد عقلية الثائر الإقصائي الذي يحتكر الوطن والوطنية ويحشد الشعب نحو مواجهة طواحين الهواء الموهومة في ظل وجود أعداء حقيقيين لم تجف بعد دماء أبناء شبوة التي سفكوها على رباها، بل ووصل ضررهم حالياً لدول الجوار. الغارديان نشرت عدة تقارير عن الأوضاع التي يعاني منها المهاجرون وطالبي اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ونشرت الجريدة الصورة على الصفحة الأولى مع عنوان يقول: هل يمكن أن تتسبب هذه الصورة في لفت انتباه أمريكا لأزمة المهاجرين؟ وفي الداخل نشرت الجريدة عدة تقارير عن نفس الموضوع، كما نشرت تقريرا آخر في نسختها الرقمية بعنوان: ترامب مسؤول، الديمقراطيون يحملون سياسات ترامب المسؤولية بعد انتشار الصورة المروعة. تتحدث الصحيفة عن صورة لطالب لجوء سليفادوري وطفلته ميتين على ضفة نهر ريو غراندي على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقد أمسك كل منهما بالآخر في مشهد أثار الكثير من التعاطف والجدل. ويقول التقرير إنها أصابت المجتمع الأمريكي بالصدمة والذهول، ويضيف التقرير أن مرشحين محتملين عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة انتقدوا سياسات ترامب بخصوص المهاجرين وحملوه المسؤولية عما يجري على الحدود مع المكسيك. ويشير التقرير إلى أن الصورة التي التقطتها المصورة الصحفية جوليا لي دوتش أثرت بشكل كبير في المجتمع الأمريكي، لدرجة أن المختصين يقارنون بين تأثير هذه الصورة وتأثير صورة الطفل السوري الذي وجدوه غريقا على السواحل التركية عام 2015. وينقل التقرير عن المرشحة الديمقراطية المحتملة إليزابيث وارن قولها أنها شعرت بالصدمة العام الماضي عندما زارت معسكر اعتقال طالبي اللجوء في ولاية تكساس، حيث قالت إنه كان أشبه بأحد مستودعات شركة أمازون الضخمة المليئة بالأقفاص الممتلئة بالناس. رجح مدعون في باريس أن يكون حريق نوتردام الذي دمر قسما من الكاتدرائية ناجما عن سجارة مشتعلة أو عطل كهربائي، مستبعدين أي دوافع إجرامية. وعنون الصحيفة القدس العربي: ربما عقب سجارة، التحقيقات تكشف أسباب حريق أشهر كاتدرائية في فرنسا. وأفاد بيان أن المحققين الفرنسيين ينظرون في عدة فرضيات بينها عطل في المنظمة أو المنظومة الكهربائية أو حريق بدأ بسجارة لم تطفأ بشكل صحيح، مشيرا إلى عدم وجود أي أدلة تدعم فرضية أن يكون الحريق أساسه جنائي. وجاء في البيان أن الاستنتاجات الأولية بنيت على مقابلات أجريت مع نحو 100 شاهد، وذكر البيان أنه تم فتح تحقيق أولي بدون استهداف أو شخص محدد بشأن الأضرار التي تسبب بها الإهمال غير المتعمد. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صورا متنوعة من مختلف أنحاء العالم توثق عددا من الأحداث الهامة، نستعرضها من صحيفة الغارديان البريطانية.
فن الكاريكاتير تحول من مجرد تعبير عن لحظة عابرة وعن مزاج شخصي للرسام إلى التعبير عن موقف سياسي معارض أو مؤيد، وإلى قول ما تعجز الكلمات عن إيصاله. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا اليوم. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.